الله يا اولاد، كل واحد فيكم طلع الواجب بتاعه عشان خاطر نصلحه دلوقتي مع بعض. وعايزاكم ان انتوا كمان تعملوا لي واجب جديد النهارده، تكتبوا لي صفحتين على الاقل هتعملوا ايه في اجازه الويك اند اللي جاي. ايه ده يا ميستا، ده كتير جدا. اه معلش، عايزاكم تكتبوا لي كله، اوكي؟ ما حدش ينسى خالص. هتعملوا ايه بقى الويك اند اللي جاي عشان خاطر اجازه العيد؟ عايز اعرف بقى كل واحد يجيب لي صفحتين. يا نهاري، صفحتين بحالهم؟ انا لسه اصلا مش عارفه هعمل ايه في العيد يا ميس، ده كتير جدا وانا اصلا مخلصتش واجب. انا مش عايزه اتكلم خالص. كل واحد فيكم دلوقتي، ايه ده، الجرس ضرب، كل واحد يطلع البريك بتاعه. يا نهاري، ميس ادتنا واجب كبير جدا، مش عارفه هلحق اخلصه ازاي. اه ولا انا عارفه هخلصه ازاي، ده انا ورايا حاجات كتيره جدا. اه وانا كمان اصلا كنت عايزه اروح اكل النهارده ايس كريم مع اخواتي، بس شكل الموضوع كده هيبوظ. سلام بقى يا جماعه، هملحق اخلص الواجب عشان خاطر الحق اخرج. وانتي يا بيه هتعملي ايه؟ ابدا، انا عايزه انزل افسح الكلب بتاعي واقعد معاه واتفرج على التلفزيون، وممكن اقابل جون. جون ازيك؟ هاي، ازيك يا بيه، عامله ايه؟ هتيجي نعمل واجب انا وانتي النهارده مع بعض؟ الله، دي فكره حلوه جدا، ممكن نعمله انت مع بعض، بنشرب كافي كمان في الكافيه، ايه رايك؟ الله، دي تكون فكره تحفه. خلاص اوكي، بعدي عليكي. ايه ده، يا بختك يا ستي، هتعملي الواجب مع جون وانا هقعد اعمله لوحدي عشان ضيف تعبان. يا ربي، هقعد احل الواجب الرخم ده كله لوحدي، ده كبير جدا وانا مش نفسي اصلا اعمل اي حاجه خالص. معلش معلش يا هنا، اقعدي انتي بس في البيت كده واشربي قهوه، وقصدي اشربي هات شوكليت مثلا، واقعدي بقى حل الواجب بتاعك كده وانتي رايقه، ايه رايك؟ يلا يا بنات، ما تنسوش ان انتوا تكتبوا الالف كلمه اللي قلتلكم عليها. حاضر حاضر يا ميس، ما تقلقيش، صدقيني احنا فاكرين. انا عندي واجبات كتير جدا، بس انا ماليش نفس اعمل اي حاجه. يا ربي الزهق ده، انا عندي واجبات كتيره جدا. اوه اقعد اكتب بقى اكتب. طب انا هريح كده مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع لحد ما اكون كويسه. هنا هنا، عامله ايه؟ بقولك ايه، ما تيجي تلعبي معايا شويه؟ لا يا جولي، انا عندي واجبات كتير جدا ومش نفسي انا اعملها، فسيبني قاعده لوحدي، انا قاعده مكتئبه اصلا. اوه عندي واجبات كتير جدا بجد، ماليش نفسي اعمل اي حاجه. يا حرام، طب تعالي العبي معايا طيب لحد ما يكون ليكي نفس. انا عايز ان انا العب معاكي. طيب انا زهقان جدا. طيب حاضر، ما انا بقولك اخلص بس الواجبات بتاعتي وصدقني هاجي اقعد اعمل معاكي اللي انت عايزه. يوه، هضطر بقى اسيبك وخليكي قاعده هنا بقى لوحدك، اوكي؟ اروح اشوف اما تلعب معايا ولا حاجه. يا ربي، كان نفسي العب مع جوليان جدا، بس اكيد طبعا مش هعرف العب معاه، انا مبسوطه عشان خاطر ورايا واجبات. هنزل تحت يمكن اكل لي حاجه ولا اعمل لي حاجه اشربها عشان اعرف احل الواجب. او صحيح، دي ماما كانت جايبه ايس كريم، هفتح اكله. هنا هنا، خلصتي الواجب بتاعك؟ ازيك يا ماما، عامله ايه؟ اه انا بحل فيه اهو، ما تقلقيش هخلصه كله. طب يلا، اكلتي التفاحه بتاعتك؟ اه هاكلها اهو، ما تقلقيش، اما التفاح كله موجود هنا، وجبت لك كمان مكسرات. لا يا ماما، انا هاخد التفاح بس مع الايس كريم، ما تقلقيش ما تقلقيش، هعمل الواجب بتاعي كله. يا نهاري، اما شكلها ما بتعملش حاجه خالص وشكلها زهقان قوي. اما العب بقى شويه يوجا عشان خاطر الواحد كده يكون جسمه نشيط ويبقى يعرف ان هو يحل الواجب بضمير. هنا هنا، ايوه يا اما، بقولك ايه يا هنا، انا عايزه العب معاكي اللي انت بتعمليه ده. اقف على راسي زي كده ازاي؟ لا يا حبيبتي، عشان انا كبيره فانا بعرف اقف كده، لكن انت مش تعرفي. ممكن تلعبي على بقى عشان ورايا مذاكره كتير. مذاكره ايه بس يا شيخه وانت اصلا عماله تلعبي؟ طيب حاضر ماشي، اول لما ابتدي العب هبقى ابعتها لك، اوكي؟ ابعت انا ديكي. طيب ماشي، هستناكي، بس بليز عايزه اجي العب معاكي. واما اروح بس كده اغفل لي دقيقتين خلاص، عشان انا لعبت يوجا واكلت ايس كريم وقعدت نمت على الارض، عملت كل حاجه خلاص. طب ابتدي بقى دلوقتي اذاكر شويه واكتب بقى هعمل ايه في الاجازه، هعمل ايه في الاجازه. انا مش عارفه اصلا هعمل ايه في الاجازه عشان اعرف اكتبه. يا ربي، ايه الواجب الرخم ده، هعمل ايه في الاجازه؟ مش عايزه اصلا اروح اجازه، عايزه قاعده في البيت كده ومستجمه، هكتب الف كلمه ازاي؟ طيب كل صحابي اصلا خارجين بيعملوا الواجبات مع صحابهم، وانا الوحيده اللي قاعده هنا لوحدي. بصوا، انا هلعب شويه رياضه وخلاص، انا هنزل السلم واطلع تاني، ووهو، وضيع الوقت بتاعي كله شوية تمرينات. هوب 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 هوب، مش قادرة خلاص، حلوة أوي الرياضة دي. هوب 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 هوب. أنا أنا
بتعملي ايه يا حبيبتي؟ ابدا يا ماما بلعب شويه رياضه. طب خلصي الواجب بتاعك. لا يا ماما الصراحه انا مش عارفه اكتبه خالص، ومش عارفه اكتبه اصلا، مش عارفه اكتب فيه ايه. مكتوب الواجب ان احنا نكتب نعمل ايه في الاجازه، وانا اصلا ما عنديش اجازه. طب تعالي انا هقعد اساعدك فيه طيب، ونخلصه مع بعض. اوكي يلا هاتي بقى الكراسه بتاعتك والبتر متر فيام كده على الارض، ونقعد نكتبه انا وانتي مع بعض. اوكي يا ماما انا بجد الموضوع ممل جدا، انا اقعد اكتب 1000 كلمة، هعمل ايه في الاجازة؟ انا مش عارفة اكتب اي حاجة اصلا، وبجد زهقانة قوي. طب خلاص خلاص هروح اخش الحمام، بس مش قادرة. انا اقعد يا شو تخلصي الواجب بتاعك. خلاص خلاص خش الحمام بس واجي بسرعة، انا مش قادرة. بقولك يا ماما هروح بسرعة واجي على طول. انا خش الحمام بس، اخد دش كده بسرعة، اروق نفسي. ايه ده انتي بتعملي ايه؟ بتنزلي البانيو من غيري؟ طب مش كنتي تقولي لي كنت انزل العب معاكي؟ يا نهاري البنت دي هتجنني، مش عارفه اذاكر خالص. طب اعمل لها ايه؟ مش عارفه اساعدها. لازم ايه ده؟ ده الدنيا ليلت وما عملتش الواجب بتاعها. هانا الدنيا ليلت وما عملتش الواجب بتاعك، تعالي اقعدي اعمليه دلوقتي حالا. سامعاني ولا اجي اديك علقه؟ خلاص يا ماما انا جايه. وانا انا كنت بلعب مع اما، جايه على طول. باي باي يا اما، عشان شكل ماما هتديني حته تين علقه. يلا بسرعه خشي حل الواجب بتاعك بسرعه.